والله في حياتكم. يعني انا بقول لكم انا بتعلم السيكوال ده عشان اي محلل بيانات بيبقى لازم معاه السيكوال ده، هو والاكسل طبعا، ومعاه كذا حاجة تاني، بس السيكوال والاكسل بيبقى الحاجات المهمة جدا، لان الحاجات دي بتسهل الداتا بطريقة جميلة قوي. السيكوال ده اللي انت ازاي من الاخر، يعني السيكوال ده ان الداتا في المخزن، يعني فانت ازاي تسحبها من المخزن. فتقول له مثلا انا عايز مثلا الداتا عن فرع مثلا وليكن مثلا حدائق القبة، البيع من كذا لكذا، وتروح قايل له رن او بلاي، يروح جايب لك الداتا وانت تاخدها بقى على اكسل تشتغل عليها. فالموضوع هيبقى جميل قوي 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 لو انتوا اشتغلتوا على سولو ليرنينج ده. انا امبارح كنت مبسوط قوي، يعني انا امبارح والله انا فعلا بنقل لكم التجربة فعلا فعلا. سولو ليرنينج ده اختراع بصراحة. بس كده، فيلا بينا نتوكل على الله. احنا اول ناس الحمد لله معانا اهيم، ف نتوكل على الله. بص بقى نعمل شير بقى كده. حاضر حاضر، ربنا يخليكم، شكرا قوي ليكم. ونعمل كده شير لبوك وان. كان شايفين اللي انا شايفه صح كده؟ يعني بس ردوا عليا، بس مش يعني كلام بتاع تمام قوي. بصوا يا شباب، دي كان بعض البيانات بتاعت الموظفين، كنا اتكلمنا عليها في الاكسل المرة اللي فاتت. دي بعض البيانات اللي موجودة للموظفين وكده. فدي وظيفتها حاجة حلوة قوي، ان هي بتجيب لك البيانات كلها بتاعت الناس، اللي هي الاسم الموظف والمسمى الوظيفي والراتب ورقم الموبايل، تمام. مثلا جه مثلا مديرك او مديرك وجاي قال لك ايه، انا عايز، بص انا عندي شويه موظفين كده، انا عايزك تجيب لي البيانات بتاعتهم. فانت زي الشاطر هتجيب له ازاي، اللي هي بالطريقه دي، اللي هي الطريقه التقليديه جدا، انت تعمل كده كوبي وتيجي تقف هنا كده مثلا في رقم الموظف ده هنا، تروح دايس كنترول اف، وتروح ناقل الاي دي اهو، وتروح دايس فايند، فيقول لك اهو الموظف ده اسمه مؤمن رياض مروان حمزة وهكذا. طب انا دلوقتي لو عندي اكتر من داتا نعمل ايه؟ هو ده موضوعنا النهاردة، ان انت لو عندك اكتر من داتا تعمل ايه بخطوة واحدة بس، تمام؟ موضوعنا النهاردة عن المعادلة اللي انا بقول عليها، بندور على ابرة في كوم قش. انا مش بهزر، هي دي فعلا حرفيا معادلة الفي لوك اب. بصوا يا جماعة، معادلة ال في لوك اب، معادلة ال في لوك اب دي يا جماعة دي هتلاقوها ظاهرة في كل حاجة، في كل حاجة في حياتكم هتلاقوا المعادلة دي ظاهرة. ايه بقى المعادلة دي عبارة عن ايه؟ بص بقى يا عم الحاج، بيقول لك ايه بقى يا عم الحاج، لما انت تدوس يساوي في لوك اب بيطلب منك كذا حاجة. تعالى بس نوسع الكلام ده كده شوية. في لوك اب بيطلب منك اللوك اب فاليو. اللوك اب فاليو دي انت بتدور بايه؟ لو انتوا سامعيني بس قولوا لي ايوه سامعينك بس كده. اللوك اب فاليو دي لما تيجي تقف عليها، لما تيجي تقف على اي حاجه جنبيها مش هتبقى ظاهره، هي ظاهره بس اللوك اب فاليو عشان انت لسه فيها. بيقول لك انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور برقم الموظف ده، تمام. بقول له بدور بالخليه دي. وبعد كده بصوا، بعد اللوك اب فاليو في حاجه اسمها كوما، اهي في كوما اهي، روح داس كوما. يقول لي انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور من اول رقم الموظف. احنا طبعا احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين اسم الموظف صح كده؟ اهي صغر دي كده شويه، اهي في لوك اب اهي بندور بده، ده اللوك اب فاليو. لوك اب فاليو، لوك اب يعني انت بتدور بايه؟ لوك اب اللي انت بتدور بايه او بتبحث بايه، تمام. اللوك اب فاليو، و انت بتدور فين؟ هتقول له انا بدور من اول هنا لحد هنا، تمام كده يا شباب؟ حد سامعني؟ تمام، سامعين حضرتك. حضرتك كمل الشرح، واحنا لو في حاجة واقفة هنبلغ عنك. حاضر، عشان بس ايه لو انا ببعت يعني بتكلم او حاجة، عشان بس ايه يعني النت ما يقطعش يعني، تمام. المهم ايه، يقول لي اللوك اب فاليو دي انت بتدور بايه؟ بقول له انا بدور بالخلية دي. طب بيقول لي التيبل بقى، التيبل انت بتدور فين؟ هقول له انا بدور من اول هنا اهو، لحظه نمسح دي كده. بقول له انا بدور من اول هنا، لازم تبقى اللي انت بتدور بيه يبقى موجود. لحظه بس يا شباب خليكم معايا لحظه، عشان
لحظة اهو، معلش كده سامعيني كده يا شباب؟ معلش انا فعلا متأسف. الو الو، مع حضرتك. انا فعلا متأسف. تعالوا بقى نكمل بقى كده اهو. بص يا جماعة، هنروح لسين يساوي في لوك اب، تمام؟ هيقول لي انت بتدور بايه اللوك اب فاليو؟ اللوك اب هقول له انا بدور بدي. يقول لي انت بتدور بيها فين؟ هقول له ان لازم ادور بيها من اول هنا لحد اسم الموظف، لان احنا عايزين اسم الموظف، صح كده؟ مش احنا عايزين اسم الموظف بتاع دي؟ سامعيني كده يا شباب صح؟ الو؟ سامعين حضرتك. بعد اذن حضرتك، هو احنا نفتح الفي لوك اب منين؟ يعني هي مكانها فين؟ اهو بتدوس يساوي، ما احنا قلنا ان اي معادله في الاكسل بتبتدي بيساوي، تمام؟ ونكتب في ال او او اهي. نعم؟ يا يساوي دي كانت بتفتح كونت، اللي هي بتفتح معادله العاديه. ايوه في لوك يساوي، ايوه بتدوس يساوي وفي ال او او، بعد كده بتدوس عليها مرتين كده كده فتحت، تمام؟ وتروحي دايسه على رقم الموظف، وبعد كده تدوسي كوما، وبعد كده لازم تربطي رقم الموظف بالعمود بتاع رقم الموظف اهو، وبعد كده تروحي سحباها للرقم التاني اهو، تمام؟ وبعد كده هنروح دايسين كوما تاني. بيقول لي الكولوم انت عايز انهي نتيجه؟ احنا كده عملنا اتنين التيبل ده فيه اتنين كولوم، ما احنا قلنا ده كولوم واحد وده كولوم اتنين، فدي واحد ودي اتنين، هقول له اتنين، بعد كده ادوس كوما، بعد كده يقول لي انت عايز النتيجه ابروكسيمت، ابروكسيمت يعني تقريبيه ولا فولس اللي هي اكزاكت، هقول له لا انا عايز النتيجه رقم اتنين اللي هي الفول اللي هي الاكزاكت، نروح قافل الكوس ندوس انتر. قال لي ان لا، ان ده اسمه مؤمن رياض مروان حمزه. طب ايه رايك نسحب المعادله دي لتحت كده شويه؟ كده احنا جبنا كل الاسامي بضغطة زرار، فاهمين قصدي؟ سامعين؟ طب حد عنده أي سؤال؟ طب حد مش فاهم حاجة؟ مش فاهم. أنتوا معايا صح ولا إيه؟ مع حضرتك. طب يعني أكمل يعني؟ طيب بعد إذن حضرتك، وأنا كان الهدف اللي أنا بشتغل عليه إن أنا عايز أجيب بيانات موظف معين، تمام؟ وقفت على الـ الخلية بتاعته اللي هو رقمه عشان يفتح لي باقي الداتا بتاعته، تمام؟ طب إيه علاقة الباقيين بقى اللي تحت منه دول؟ يعني شادي وأسامة وجلال دول فتحوا معايا ليه؟ أنا محتاجاهم تاني يعني؟ بص يا فندم، أنا دلوقتي ده تيبل أو ده بيانات الموظفين كلهم. التيبل ده كده ده بيانات الموظفين، تمام؟ فجي مثلا المدير جه قال لك انا عندي شويه، انا عندي ارقام موظفين بس مش عارف اسميهم ومش عارف هم فرع ايه ومش عارف رقم تليفونهم، فهاتهم. اوكي. يعني انا ببحث على كل الارقام دي مش اللي على مؤمن بس، لا على كده. بصي يا هبه كده، فانا جبت عملت المعادله بتاعت مؤمن، فهنا بصي لما باجي اقف على اخر المربع ده كده على اخر الخليه بيظهر لي زي علامه زائد اهي، شفتيها؟ كنت بس عامله ماكس مايز اهي. مين حضرتك؟ اوكي. عليها اسمها دراج، دراج يعني تنزلي لتحت كده اهي، كده نزلت وجابت الاسامي. يعني 14/7/99 ده اسمه اسامه، 14/7/99 اسمه اسامه صهيب. طب خليكي معايا بس، بص يا بس تعالي بقى في الفرع، ما احنا عايزين نجيب اساميهم في الفرع برضو، يعني عايزين، ما هو بيقول لي انا عايز الفرع اسم الموظف والفرع ورقم التليفون، فساعديني مثلا في الفرع هنعمل ايه؟ هنعمل ان احنا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم هندوس يساوي، خلاص كده يا ستي؟ اوكي. وهندوس في ال او او في لوك اب وندوس عليها مرتين اهي. احنا بندور على الفرع، تمام؟ بيقول لي انت بتدور بايه؟ بقول له انا بدور برقم الموظف، وادوس كوما عشان في كوما اهي. اول ما ادوس على الكوما بينقلني على اللي بعديها، تمام؟ يعني اول ما ادوس بينقلني على الشرط اللي بعديه، تمام؟ فايه اللي هيحصل؟ اول ما ادوس على الكوما دي هيقول لي انت بتدور بيها فين؟ اقول له بص بقى احنا بندور، احنا عايزين الفرع، هنروح واقفين على رقم الموظف ونعدي اسم الموظف ونيجي عند المسمى الوظيفي. احنا فرع ايه؟ احنا عايزين قصدي المسمى الوظيفي، معلش انا فرع ايه؟ مفيش فرع هنا اساسا. يبقى ثانيه بس نغير هنا، يبقى ده المسمى الوظيفي اهو، بس كده. يبقى احنا عايزين مسمى الوظيفه، هندوس يساوي في ال او او، تمام؟ احنا بندور برقم الموظف كوما، بعد كده هنجيب رقم الموظف ونعدي اسم الموظف ونجيب المسمى الوظيفي، بعد كده كوما تاني. بيقول لي الكولوم اندكس انت عايز انهي ناتج؟ اقول له انا عايز الناتج رقم 3 1
اتنين تلاتة، تالت عمود، تالت عمود، وادوس كوما واقول له انا عايز النتيجة الأخيرة اللي هي الفولس دي، وادوس عليها مرتين كده واروح داس انتر. قال لي ان الموظف اللي اسمه مؤمن رياض ده اذن، اذن دي يعني حاجة تبع الاذون بتاعة الخزنة وكده، واروح نازل تحت كده شوية اهي، خدتوا بالكو؟ اهو بقى في اداري، في محاسب، نقفل دي كده نمسحها. انتوا فهمتوا يا جماعة اللي انا بعمله ده ولا لا؟ أو مع حضرتك. تمام يا شباب؟ تمام. فكده احنا دلوقتي، احنا كده دخلنا عملنا الثلاثة دولت. طب تعالوا بقى نعمل، شكرا لحضرتك. تحت امر. طب تعالوا بقى نعمل مثلا الباقي، الباقي اللي هو ايه، رقم الموبايل. تعالوا بقى نبتدي من الاول، هندوس يساوي. لو حد عايز يخش يساعد معايا يا ريت والله، يعني انا محتاج حد يعني ايه يقول لي اعمل ايه. تمام، عشان ندور برقم الموبايل اللي موجود. هنعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، هنروح مدورين مثلا برضو برقم الموظف اهو. لا نكتب الاول، قصدي يساوي في ال او او في لوك اب. تمام، وهدور برقم الموظف، بعد كده ادوس كوما، وبعد كده احنا عايزين رقم الموبايل، احنا عايزين رقم موبايل مؤمن ده او رقم الموظف ده. هنروح محددين من اول رقم الموظف لحد رقم الموبايل. تمام، وبعد كده ادوس كوما، يقول لي انت عايز انهي نتيجه، انت الكولوم اندكس نمبر، انت عايز انهي نتيجه، انت عايز ايه؟ اقول له انا عايز النتيجه رقم 1 2 3 4 5، الرقم رقم الموبايل اللي هو في الخمسه اهو، نكتب خمسه، بعد كده ندوس كوما، يقول لي انت عايز النتيجه تقريبيه ولا اكزاكت، اقول له لا اكزاكت اللي هي الفولس دي بس كده. نروح قافلين القوس ونقفل اهو. جابوا لي ارقام التليفونات اهي، ايه رايكم يا شباب؟ معلش بس، معلش هعدلك عليك. انا سامعك اهو، عشان انا بس ما دخلتش بقالي كتير، ففي جزئيه بس بقى من، يعني انا دلوقتي عايزه اجيب رقم التليفون اللي هو اصلا اوريدي موجود الناحيه التانيه، صح؟ هعيد هعيد كل حاجه. حاضر يا هبه، حاضر، تحت امرك. شكرا. بص بص يا جماعه، عشان اعيدها من الاول تاني. بص احنا دلوقتي جبنا، احنا دلوقتي المدير، نمسح بقى ده كده ونيجي هنا كده. المدير، تعال نمسح دي كمان اهي. بص احنا عندنا جدول بيانات، عندنا بيانات عملاء كتير، يعني احنا في شركه كبيره تمام، وعندنا بيانات كتيره. فجي مديري جه قال لي ايه، قال لي يا محمد بص يا محمد، انا عندي شويه ارقام موظفين اهم دولت اهو، بس مش عارف اساميهم ولا المسمى الوظيفي بتاعهم ولا رقم الموبايل. لحد كده انتوا فاهمين؟ الو، تمام مع حضرتك. يعني قال لي انا معايا شويه اسامي، لكن انا مش عارف ارقام، قصدي موظفين، بس انا مش عارف ولا اسمهم ولا مسماهم ولا اي حاجه. تمام كده يا شباب، ايه اللي هيحصل؟ هقول له حاضر. في بقى معادله اسمها في لوك اب اهي، المعادله دي اللي اسمها في لوك اب دي بتعمل ايه؟ دي بتدور لك على الحاجه بسرعه جدا وفي وسط زحمه كبيره. يا هبه ممكن تطلعي لي كده اتكلم معاك شويه؟ ايوه حضرتك كده، سامعاني كده صح؟ انت سمعتي انا قلت لك ده صح؟ تمام. الفي لوك اب دي بتعمل ان احنا بندور على ابره في المؤشر. خلاص يعني انت كده سامعاني، اقفلي بقى المايك لو انت عايز تقفليه، وكده كده سامعاني. بص يا شباب، فهنيجي نعمل ايه بقى هنا؟ قال لي احنا عايزين اسم الموظف، هنروح قايلين يساوي في ال او او اهي، ونروح دايسين عليها دبل كليك اهي، اتنين اهي. يقول لي انت اول حاجه اهي، بيطلع لي اهي اول حاجه المعادله يا جماعه، لازم تقروها المعادله اهي، لازم دي اركان المعادله اربع حاجات. بيقول لي انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور بده، دوس كوم. بيقول لي انت بتدور بيه فين؟ في التيبل ده، تيبل يعني جدول. اقول له انا بدور، احنا عايزين اسم الموظف، اقول له انا بدور من اول هنا لحد هنا. تمام، يعني من اول رقم موظف لحد اسم موظف. بعد كده دوس كوما تاني، قال لي الكولوم اندكس نمبر، الكولوم يعني ال 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 الكولوم يعني العمود، انت عايز النتيجه في انهي عمود؟ اقول له في العمود رقم اتنين. ما هو ده واحد اتنين صح كده؟ انتوا لحد هنا فاهمين يا جماعه ولا ايه؟ تمام. اتنين تمام، وبعد كده دوس كوما تاني، يقول لي انت عايز النتيجه ترو اللي هي ابروكسيميت يعني حاجه تقريبيه ولا اكزاكت؟ اقول له انا عايز الاكزاكت اللي هي الحاجه المظبوطه اللي هي تاني واحده، واروح قافل القوس واروح دايس انتر. تمام، وبعد كده يا جماعه تلاقوا هنا، بصوا
في هنا كده زي اول ما اجي اقف على اخر الخليه كده زي علامه زائد اهي، واروح ساحبها لتحت كده طلعت لي النتائج اهي. فهمت قصدي ايه؟ تمام. وباقصى سرعه يعني، انا ممكن اكتبها بسرعه جدا بس انا بشرحها لكم بالراحه، بس هي طبعا بتطلع لكم النتيجه بدل ما تبتدوا تشتغلوا مانيوال، لا دي بتجيبها لكم اوتوماتيك على طول. تمام. طب تعالوا للمسمى الوظيفي. المسمى الوظيفي هنعملها ازاي؟ هنعمل كده بيساوي في لوك اب، يقول لي انت بتدور بايه يا ابني؟ اقول له انا بدور برقم الموظف كوما في التيبل اري. انت بتدور في انهي حته؟ اقول له او ادور من اول هنا لحد هنا، لان احنا عايزين المسمى الوظيفي من اول رقم موظف لحد المسمى الوظيفي. بعد كده ادوس كوما، يقول لي انت عايز انهي ناتج يا ابني؟ اقول له انا عايز الناتج رقم 3 اللي هو 1 2 3 3. بعد كده ادوس كوما، بعد كده اختار اللي هي اكزاكت ماتش دي، واقفل القوس انتر. قال لي اهو ده اذن ومعرفش ايه. طب بصوا يا جماعه اقول لكم على حاجه ممكن تقابلكم كمشكله. طب لو انا كتبت مثلا رقم موظف مش موجود، يعني مثلا 4 ساعات مثلا، ودوست انتر، بص هيحصل لي، هيحصل لي ان ايه؟ الان ايه دي يا جماعه يعني نوت ابليكابل، يعني مش موجوده. فاهمين قصدي ايه؟ بيقول لك ان 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 الرقم الموظف ده مش موجود. انتوا معايا؟ تمام حضرتك. طب يعني انتوا كويسين؟ يعني انتوا تمام؟ اه تمام. الحمد لله. رقم الموبايل بقى لاخر حاجه هنعمل برضو يساوي، يساوي اول حاجه بتبتدي يساوي في ال او او، روح دايسين مرتين. بتدور بايه يا حماده؟ اقول له انا بدور بده، دوس كوما. بتدور فين؟ تيبل اري ده، اقول له انا بدور من اول هنا لحد هنا، دوس كوما. بيقول لي انت عايز انهي ناتج؟ ناتج رقم كام يا جماعه؟ حد يقول لي ناتج رقم كام؟ 5. وادي 1 2 3 4 5 5. ودوس كوما، يقول لي انت عايز اول ناتج ولا تاني ناتج؟ من الاخر دوس زيرو. زيرو دي يعني الناتج الصح اهو. دوس كوما، ادوس قصدي انتر اهو، واسحب دي لتحت. طب لو انا سحبت لتحت ايه اللي هيحصل هنا كده؟ بصوا مش طالع لي حاجه، لانه ان ايه؟ مفيش هنا حاجه، ما هو مفيش حاجه، مفيش رقم موظف فارغ. فاهمين قصدي ايه؟ فكده تمام. طب تعالوا عشان ناكد الموضوع ده في الكارز. بص انا جايب لكم داتا حلوه قوي في الحته دي. دي مجموعه بيانات اسمها كارز، كارز يعني اللي هي عربيات، هوندا بقى ونيسان صني والانترا وحاجات غريبه كده. تمام. فبصوا يا جماعه الداتا دي كبيره على فكره، مش بهزر. بصوا الداتا دي قد ايه؟ الداتا دي حوالي 168، ده انا كان عندي حوالي 2000 ولا حاجه، بس انا جبت لكم الحاجات القليله. تمام. انتوا سامعيني صح؟ تمام حضرتك. انا عايزكم بس يعني تفتحوا بس المايكات بسيطه يعني. تمام. بصوا بقى يا شباب دلوقتي احنا عندنا عندنا الكريزلر دي او الكريزلر او النيسان صني، في منها يعني في تشابه، يعني انا اعتقد هنا هيبقى في تشابه صح؟ اه بالظبط. يعني هتلاقي الكريزلر دي او النيسان بيطلع منها اكتر من موديل. يعني في هنا في نيسان، بصوا لو تلاحظوا النيسان صني اهي، وفي نيسان بص اورفان ما اعرفش، وفي نيسان، في نيسان تاني مفيش نيسان تاني، بس مثلا الكريزل الهيونداي مثلا الانترا، وفي مثلا هيونداي توسان ولا دي. فهمت قصدي ايه؟ يعني هتلاقوا الموديل نفسه، او قصدي مش موديل، الماركه نفسها في منها طالع منها كذا موديل. تمام كده يا شباب؟ انتوا سامعيني صح؟ اه مع حضرتك. بس بقى هقول لكم بقى الفكره بقى في ايه؟ الفكره بقى ان احنا بنبقى عايزين نطلع نتائج بالظبط. فلو احنا دورنا على نيسان ولا هوندا، يعني مثلا نفترض المدير جاي بيقول لي محمد انا عندي الماركه وعايز اعرف السنه والكلر بتاعها اللي هو اللون والاوبشنز، الاوبشنز اللي هي فول اوبشند ولا ستاندرد ولا معرفش ايه، والريجن بتاعتها هي بتتصنع او بتتباع فين. تمام كده يا شباب؟ تمام تمام تمام. فهي دي بقى الفكره، ان هنا ان انتوا بتعملوا الحاجه دي. لحظه خليكم معايا لحظه بعد اذنكم، لحظه عشان بس ايه اظبط بس حاجه هنا، هعمل ستوب شير لحظه بعد اذنكم. بص نعمل بقى شير اهي. بص يا شباب الحته دي انتوا سامعيني كده صح؟ ماشي اوكي. قول لي يا مصطفى. حضرتك ممكن تبعت لنا الداتا مثلا بحيث احنا نشتغل عليها؟ طبعا هبعت لكم الداتا دي دلوقتي.
بصوا يا شباب هبعتها لكم اهي، يعني هحطها لكم اهي دلوقتي. استنى اعمل بس هايد فلوتنج اهي واحطها لكم اهي يا استاذي، اهي اعملها لكم اهي دلوقتي على ال، اتفضل اهو المحاضرة الثانية، انا بعتها لكم على الجروب اهو دلوقتي. جات لكم؟ تمام. بصوا بقى يا شباب سامعيني؟ تمام. تمام. بصوا بقى يا شباب، تمام احنا دلوقتي، احنا دلوقتي عندنا الهيونداي او الهوندا والليكسز وما اعرفش سوزوكي ما اعرفش ايه. فدلوقتي لو انت جيت تعمل، لو انت عايز تطلع السنه بتاعت الموديل نفسه ال الماركه دي، هتلاقي حاجه كتير. يعني هوندا دي لو انت جيت فلترت هنا على هوندا، بصوا هوندا، هوندا اهي، بصوا هوندا اهي، هتلاقي في هوندا وهوندا وهوندا وهوندا. لا انا عايز هوندا اللي انا بطلبها منك اللي هي الاكورد دي او الاكورد دي. فتعمل ايه بقى؟ تدور بالطيب، ما تدورش بالماركه، تدور بدي. الطيب ده مش هتلاقي منه كتير، يعني مش هتلاقي هنا في من الطيب ده دوبليكيت يعني او متكرر. بص مش هتلاقي هنا دوبليكيت، بس لو جيت وقفت هنا وعملت هنا دوبليكيت، بص هتلاقي هنا كل الدنيا هنا معمول لها دوبليكيت. يعني هتلاقي من الماركه فيها اكتر من موديل، فانت هتدور بالموديل. هتدور بيه ازاي؟ بصوا بقى يا شباب هنعملها ازاي. زي ما عملنا في لوك، احنا عايزين نجيب موديل الاكورد ده، هنروح ده يساوي في لوك اب. سامعيني كده يا شباب ولا لا؟ حضرتك حضرتك تمام. تمام. هنروح واقفين على دي لوك اب فاليو، هتبقى دي، دي لوك اب فاليو. بعد كده ندوس كوما، بيقول لك انت بتدور بيها فين؟ هقول له انا بدور من اول الطيب اهي، بصوا اهي من اول الطيب لليير، ما هي اليير اهي اللي هي السنه. تمام. وبعد كده اروح دايس كوما، يقول لك انت عايز انهي نتيجه؟ احد مين اللي هيقول لي انهي نتيجه؟ ثلاثة. نعم؟ اثنين. اثنين. ثلاثة. لا اثنين، لان احنا بندور من اول الطيب، ادي واحد اثنين. من واحد تمام. اثنين. اثنين. كان دوس كوما. وبعد كده نختار زيرو، ندوس زيرو وخلاص. وبعد كده نقفل الكوس اهو. قال لي ان سنه الصنع بتاعتها او سنه الموديل بتاعها 2018، وننزل تحت كده طلع لي الموديل. طب احنا عايزين الكالر، الكالر اللي هو اللون بتاعها، هنروح برضو عاملين ايه؟ حد يخش معايا يلا. ها ايكوال في لوك، ايكوال في لوك. ماشي قول لي. هناخد اللي احنا عايزينه الكالر. لا لحظة. بالنسبه للتايب بتاعها اول حاجه، اول حاجه اللوك اب فاليو، انت بتدور بايه؟ التايب، بالتايب اللي هي الاكورد دي صح. بعد كده نعمل ايه تاني؟ نعمل كوما، كوما صح جدع، عشان ننقل اللي بعديها. ايه تاني؟ ناخد التيبل بتاعنا. الكالر، الكالر ده في انهي كولوم؟ من اول التايب. بص يا جماعه لحظه بقى، هنختار من اول التايب ادي كده اهو لحد الكالر، اول الطيب لحد الكالر. تمام كده، كمل يا مصطفى وندوس كوما. ها الناتج هيبقى اني واحد؟ نعمل كوما واحد اتنين اربعه، اربعه جدع كده. تمام كدا. نعمل كوما، كوما زيرو، زيرو كويس. زيرو. نقفل الكوس، ندوس انتر. قال لي الكالر بتاعها اسمه نيفي، ندوس عليها كده. قال لي نيفي ووايت وبلاك وجراي وبلو وسيلفر. الله يبارك لكم والله يا جماعه. طب يلا اللي بعديها، مين حد داخل تاني معايا ولا ايه؟ تبقى ايكوال في لوك اب، ايكوال في، ايكوال في لوك اب اهي. يلا هندوس على التايب، هندور على الاكورد. يبقى هنا مش تايب، فوق الاكورد دي. ايوه اللي هي الاكورد. بعد كده كوما، ماشي هنعلم من اول التايب لحد الاوبشن. الله عليك، الله. الاوبشنز اهي، ماشي. انت بصي حتى، بصي لحظه كده معلش، بصي لما اجي امشي حتى بالبتاع ده هتلاقي، بصي رقم العمود ظهر فوق اهو، هتلاقي خمسة بالظبط. خمسة، خدتي بالك من الرقم ده؟ 5 كولوم او 5 سي دي. بصي كل ما امشي كده بيظهر لي الاسم بعديها، فاهم؟ هيعد الكولومز بتاعته بالظبط كده. هندوس كده وبعد كده ندوس كوما، هيبقى كام الرقم؟ 5 5 بالظبط. وبعد كده كوما، بعد كده كوما زيرو، ونقفل الكوس. السلام عليكم. بس كده، الله يبارك لكم. فول اوبشنز، ستاندرد، فول، سيمي فول. الله عليكم. اخر بقى حاجه ريجن.
region. يلا حد كده جاي تاني ولا ايه؟ حد جاي؟ طب يلا انا هبتدي انا VLOOKUP وادور بالتايب وكوما وبعد كده الطيب بتاعها الطيب لحد نخش بعد كده الكوما. بص من اول التايب لحد الريجن تمام، بعد كده ادوس كوما. الريجن دي كانت رقم 10 10 كوما 0. بص اقفل الكوس، قال لك ان اللي بتنزل فيها الرياض والمدينه والدمام بس كده. ايه رايكم يا شباب؟ شباب السلام عليكم. تمام مع حضرتك. انا مبسوط بصراحه مع حضرتك. اه طبعا بتوفر وقت، ويعني كأن حد قدامنا بيفكر بعقله يعني. بصي بصي الداتا قد ايه ده، بصي الداتا كتير. بصي بقى بصي تعالوا بقى نخش بقى نعمل بقى واحده ثانيه. بصوا بقى يا شباب بقى احلى اختراع موجوده في حياتكم في الاكسل هنا. بصوا سامعيني؟ اه تمام حضرتك. بصوا وليكن ده رقم 2 تمام، ده رقم 2 وانا هروح ثانيه عشان بس في ناس بتدخل اهو. ده رقم 2 وهنا انا عايز بس اوريكم حاجه هتبسطكم قوي قوي قوي. في اختراع يا جماعه في اي لغه برمجه، انتوا سامعيني صح؟ لو انتوا سامعيني قولوا اه اي كده تمام. المهم اي لغات برمجه، اي لغات برمجه بنقول اعمل كذا، لو لقيت كذا اعمل كذا، طب لو ما لقيتش بتعمل كذا، طب لو ما لقيتش بتعمل كذا. فاهمين قصدي ايه؟ يعني رقم 2. بصوا انا هجيب الناتج هنا، الناتج هيبقى هنا، هقول له اف، هقول له هل ده هل الخليه دي بتساوي 2؟ قال لي طب لو الشرط اتحقق، هقول له قول لي موجوده. طب لو الشرط ما اتحققش قول لي ايه مش موجود. فاهمين ولا لا؟ تمام فاهمين حضرتك. ادوس انتر، قال لي هي موجوده. الله اكبر الله اكبر. قال لي عشان هي 2 فموجوده. طب لو انا خليتها رقم 3؟ قال لي لا مش موجوده، مش موجوده رقم 2. فاهمين قصدي ولا لا؟ مع حضرتك. انتوا فهمتوا اللي انا قلته ده ولا لا؟ طب انا هقول لكم على حاجه تانية. بصوا يا جماعه تعالوا نمسح دي كده ونقول تاني. ده اسمه محمد تمام. هنعمل كده اف، هل الخليه دي بتساوي كلمه محمد اللي هي محمد؟ بصوا اهي دي ده الشرط. بعد كده لما ادوس كوما او لما اخرج لما ادوس كوما يقول لي طب لو الشرط اتحقق، اقول له قول لي اوكي. طب لو الشرط ما اتحققش قول لي نو. قال لي اه هو ده محمد فموجود. طب لو انا خليتها مثلا مينا هيقول لي نو. انتوا فاهمين قصدي ولا لا؟ اه تمام. هو بيشتغل على الداتا اللي في الخليه تمام. يعني اذا كان صح فهو بالظبط. انا بقول له بصوا كده اقروا كده، اقروا كده المعادله اهي. المعادله هي اللي مدوس عليها. بقول له هل الخليه اللي هي اسمها اتش 11 دي بتساوي كلمه محمد؟ بعد كده بيقول لي لو فاليو اف ترو، ترو يعني لو الشرط ده اتحقق اقول له اوكي. طب لو الشرط فولس يعني لو الشرط ده ما اتحققش اقول له نو. فاهمين قصدي ايه؟ طب ودي هتفرق معانا في ايه حضرتك في يعني في الحياه العملية؟ يعني لو انا في شركه يعني الاولى كانت بتجيب لي داتا اوريدي متخزنه عندي فهي بتسهل عليا بتسرع. طب ايه رايك إيه لكن ايه رايك اللي انا هجيب لك حاجات غريبه؟ افتكري كلمتك دي كويس. اه يعني دي معادله ايه يعني؟ افتكري الكلمه دي كويسه. شكلها مصيبه. بص يا جماعه لو اللينك فصل ادخلوا على نفس اللينك تاني تمام، عشان اللينك خلاص فاضل له دقيقه. بص يا شباب نخرج بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم وتعالى هنا بقى. بص يا ستي ده من الكنترول دي يا بسمه، انا جايبها لك من الكنترول واضح ما في تقديرات ايوه بالظبط بالظبط بالظبط.
ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل في في الجامعات والمدارس كل حاجه، ده اللي بيحصل فعلا حرفيا. بس مش بظلم. بصوا يا جماعه، بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي يا عم محمد الاقل من 60 راسب، ومن 60 خلينا اقل من 60 دي. اطلعي لي يا بسمه كده معلش لحظه، يعني خليكي ايه يعني خليكي معايا. بص يا ستي، قال لي الاقل من 60 ده راسب، انتوا شايفينها صح؟